نستهل جولتنا في صحف أوروبا الغربية بفرنسا، حيث كتبت لو فيغارو أن خارطة عسكرية نشرتها وزارة الدفاع الروسية أظهرت تراجعاً كبيراً لقواتها في منطقة خيرسون وفي جنوب أوكرانيا. وبينت الخارطة أن القوات الروسية خرجت من عدد كبير من النواحي، في حين يشن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في المنطقة. وفي إسبانيا كتبت إل بايس أن رئيسة الوزراء البريطانية ليستراس شددت على أنها لا تشعر بأنها فعلت ما يعيب، وتعهدت المضي قدما بإصلاحاتها الاقتصادية التي تفتقر إلى الشعبية. ورغم مساعي تراس للمضي قدما، ظهرت انقسامات في صفوف الحكومة فيما يواجه الحزب المحافظ الحاكم يوما جديدا صعبا خلال مؤتمره السنوي. وفي بريطانيا أفادت The Times أن إيلون ماسك عرض المضي قدما في صفقة استحواذ على موقع تويتر بالسعر الأصلي المتفق عليه. وأضافت الصحيفة أن أغنى رجل في العالم أرسل خطابا إلى تويتر يتعهد فيه باحترام سعر الاستحواذ البالغ 54.20 دولار للسهم، مما أدى إلى قفزة كبيرة في قيمة سهم الشركة. بإيطاليا كتبت لا ستامبا أن الرئيس الروسي لديه 3 سيناريوهات لاستخدام الرؤوس النووية التي يمتلكها، والبالغ عددها 6000 رأس. وأوضحت أنه يمكن لروسيا تنفيذ انفجار نووي صغير على ارتفاعات عالية فوق أوكرانيا، أو تفجيرات نووية على ارتفاعات منخفضة، أو انفجار نووي فوق سطح البحر.